السلام عليكم اهلا بالجميع واهلا بشريف اليوم عاملين شو رايك تسكر الـ... ايوه اليوم عاملين يزم والله الضوء قوي جدا دقيقه دقيقه ليش استنى ايوه هذا بده تسكير الضوء دقيقه نور منور حبيبي حبيبي شو اليوم بدنا ننزل تحدي انا وياك سمعت وين تحدي وين؟ مش عارف منورين الشباب هلا بجوحان محمد صلاح وعليكم السلام اهلا عمر عزيز عندي ست لاعبين ما يلعبون افعل وايلد كارد آه نعم يعني اليوم مش غلط تفعل وايلد كارد صراحه اذا عندك وايلد كارد فعل انا مفعل وايلد كارد شخصيا كورونا كيف حالكم لين. اهلا كورونا هذا لايف مفاجئ راح يبين مين المتابعين الشرسين اللي عندنا اللي بيجي هلا على اللايف المفاجئ شريف انت مركب مايكك متابع ايه مركب مايكك اه ليش لا خلص. ده ليش خلص ليش مبكرين ده. آه والله بكره الصبح جمعه ومشغولين انا وشريف آه مش عطله بكره عنا عشان احنا عايشين بريطانيا آه فما ده. بنقدر نطلع ستريم اذا الديدلاين الديدلاين وقته مش مناسب ل... لجدولنا للاسف الشديد يعني بديل لانتوني بديل لانتوني في كثير بدلاء. أه... يعني حاليا في واحد اذا انت بدك للمدى الطويل بسهوله بقول لك مبارياته راح تصير حلوه بعد اكمل مباراه بس زها ما راح يلعب. فممكن اقول لك تقدر تروح ل عندك اذا حابب دفرنشل انا حابب عندي واحد دفرنشل قوي باكيتا، شريف اصحى. آه... عندي واحد دفرنشل قوي باكيتا. وفي عندك شوية تزيد مصاري بتقدر تجيب ماديسون صحيح 100% انا جايب سون سون خيار حلو لهي الجوله يعني خيار هيك لاسبوع جميل ان شاء الله برجع على مستواه متوقع يجيب نقاط هو ف... خلينا نشوف شو وضع سون يعني انا كنت عم بفكر فيه لسه ما قررت شو بدي اعمل بالضبط يعني تنصحوني بكابتن ايزاك اسحاق صراحه خيار ديفرنشال حلو كابتن يعني حكينا عنه اسحاق على بوست عنا اليوم بالانستغرام وبنصح فيك كابتن يعني نعم جاوب على ليفربول احكي عن بلانك فاروق وين ايش السؤال؟ لاعبين ليفربول ما راح يلعبوا نعم لاعبين ليفربول عندك مباراة ليفربول وتشيلسي ما راح يلعبوا عندك مباراة اليونايتد وليدز اتوقع ما راح يلعبوا عندك برايتن وكريستال بالاس ما راح يلعبوا كمان فهاي الجولة هذول لاعبين بلانك فاذا عندك كثير منهم يا سوي وايلد كارد واذا كثير كثير وضع فريقك سيء يعني ما بستحمل انه تبديلين ثلاث اعمل فري وعليكم السلام وز اهلا متى الديد لاين؟ لاين بكره يوم الجمعه الديد لاين هي بعد 21 ساعه 22 ساعه تقريبا متاكد انت من ال ها؟ مليون بالمية ما اظن انك متاكد لا ليش ما تظني؟ ما لك اخوي الديد لاين على الستة ونص نعم انت تعبان من الشغل مش عارف تحسب لا. انا اليوم المخ ضارب اه هاي. والله آه، السلام عليكم وعليكم السلام سان ماكسيمان ولا ماديسون للجولة اذا هلا سان ماكسيمان لسه مش مبين يعني الاغلب حسب ما قرات اليوم من مصدر موثوق انه ما راح يلعب لساته مصاب بس مو متاكد مليون بالميه من المعلومه بس هيك التوقعات بتحكي ما اظن انه ماكسيمان خيار لهي الجوله <applause> ماديسون بيلعب ضد دوت توتنهام فشوي صعب يعني ايش افضل خيار للكابتن افضل خيار للكابتن يا صديقي هو كين هالند هذول افضل اثنين احنا انا بالنسبه لي يعني وانا بميل لكين اكثر من هالاند بس شايفين هالاند يعني عم بيسجل اهداف بكل الطرق شفتوا جول امبارح ضد دورتموند ف صراحه انا كين ما بعرف هو انت ايش رايك انا ما عندي كين صراحه احكي هالاند احلى تحيه من المانيا اهلا فيك حبيبي من وين عم بتابعنا؟ من المانيا؟ في اي مدينه؟ في جيتس، في ايز ايش لي بديش؟ ااا آه، كابتن مين؟ ايزاك ولا متروفيتش؟ آه، انا هذا السؤال انسألت اكثر من مرة على الانستجرام كمان. آه، بصراحة الاثنين نفس الشيء الاثنين ضد فريق طالع من الشامبيونشيب الاثنين يعني مباراتهم فيها اهداف كثير. فيعني بصراحة الاثنين ما بعرف هو حظ راح تكون، انت زي ما بدك اختار. أنا عندي الاثنين في فريقي أصلا فمريح راسي وشكلي ما راح أكابتن ولا واحد بصراحة أنا دايخ بين دي برويني وهالند الكابتنة في عندنا هون اشي من عند كورونا بحكي لنا إنه ممكن تحكون لنا كم بلانك عندكم في التشكيلة الأساسية ولا أنا الوحيد اللي عنده لاعبين أساسيين بلانك أنا شخصيا عندي بتشكيلتي أكثر من واحد عندي صلاح عندي هاريسون عندي مين بيك... مش عارف عندي كمان من اثنين من برايتون عندي جروس وسانشيز عندي اربعه ف رح عندي تبديلين مجانيين راح اعمل سالب اربعه راح اجيب ثلاث لاعبين وراح يكون عندي فريق كامل للجوله يعني غير الحارس حارسي حارس ليستر مش اتوقع منه شيء بس ما عنديش غيره ما راح اضيع تبديل على حارس ف أه، تنصحوني بحارس الوست هام أه، اذا للمدى الطويل لا صراحه يعني في بوب احسن شو رأيك في بيريسيتش وكولتشيفسكي؟ أنا شخصياً جبت كولتشيفسكي فقط لأسبوع واحد بس لسه مش متأكد يعني مش ناهي الترانسفير يعني عشان عندي وايلد كارت فبقدر أغيره. فبيريسيتش وكولتشيفسكي أنا بحكي توتنهام مبارياتهم صعبة يعني بصراحة بس ما بعرف ما بعرف أنا هي وجهة نظر بالآخر يعني بيريسيتش مش دائماً راح يكمل مبارياته. حاسس عندهم باخر مره طلعت على جدولهم كان في عندهم مباريات صعبه ف ولا واحد في فريقي راح يكون من توتنهام طلعت كانوا صعبين اظن صاروا اسهل هلا ليه صاروا اسهل عشان هو تعد بس لا اظن انه هم يعني شو عندهم ارسنال عندهم برايتن برايتن انت اذا مستخف فيه لا. غلط برايتن غلط انتهى يعني راح المدرب عادي يا زلمه الفريق موجود بعدها ايفرتون سهل بعدها يونايتد ورا بعدها نيوكاسل بعديها بورنموث سيل بعديها ليفربول ف... آه. مش عارف آه يعني مش اسهل جداول اكيد مين اه طب. اه في عندنا في حدا سال هون عندي اربع لاعبين مش حيلعبوا اعمل فري هيت آه انا الصراحة لا. لا مش مع الفري هيت لهي الجوله لانه فيها لاعبين كثير ناقصين وراح يجي فرصه لفري هيت افضل فاذا عندك تبديلين او اعمل تبديلين بسالب اربعه ونزل احتياط فريقك يعني اللي عنده فقط أربعة يعني في ناس كثير اسوء عندهم ست لاعبين او لاعبين، اربعة بسيطة اتوقع تعمل تبديلين وتنزل تستخدم احتياطك. في حد بيسال عن ايمرسون تبع ويست هام، اتوقع انه اساسي نعم. يعني في كريسويل فممكن في مداورة شوي بس هو كلاعب بأربع مليون مش غلط يكون عندك تستفيد منه في بعض المباريات اكيد ما تعتمد عليه لانه هو لاعب بأربع مليون ما راح يكون هالخيار اللي دائما يعني يلعب منيح فهمت ودائما يلعب، فما بنصح انك يعني تعتمد عليه كاساسي بس خيار حلو كلاعب احتياطي ممكن بعض المباريات يفيدك صحيح انا عندي هالاند بروينة ايزاك ميتروفيتش ما اعرف مين كابتن كلهم خيارات حلوه للكابتن الخيار برجع لك ان حابب تروح لاي مضمون هالاند شيء مخاطره ميتروفيتش او ايزاك في سؤال حلو بحكي لك انا عملت وايد كارد يعني لازم انزع اللاعبين اللي ما راح يلعبوا مباريات لا عادي انا يعني عندي لاعبين من تشيلسي ومخليهم على الاحتياط هاي الجوله ف... بالعكس يعني في كثير ناس راح يجيبوا زاها في كثير ناس راح يجيبوا جيمس خليهم على الاحتياط لازم يكونوا موجودين بالفريق اه يعني لما انت تعمل وايلد كارد عم بتخطط للجولات القادمه مش بس للجوله هاي اللي صحيح. الجوله الثانيه للجولات اللي بعد فلازم يكون عندك لاعبين يعني اذا بدك من ليفربول من تشيلسي من يونايتد يعني اذا انت من مخططاتك هذول اللاعبين جيبهم وحطهم على الدكه لهي الجوله وبعدين برجعوا باللعب في عندنا سؤال ساكا ولا ماديسون؟ للجولة القادمة ماديسون، للجولة القادمة ساكا بس للمستقبل ماديسون. فحسب وز انت خطتك. جيب لنا اياها وز على الشات هون اذا بضبط عشان صعب نشوف التشكيلة هلا. مين افضل لاعب من فئة 6 الى 9 مليون؟ للجولة الجاية فقط. بدك تجاوب ولا جاوب؟ جاوب جاوب. عندك بون عندك بون جاي أحسن واحد أتوقع من هاي الفئة مين في كمان دقيقة خلينا نشوف لك أنا حابب باكيتا ستة مليون مارتينيلي النخمة ليش؟ لا انت مش شايف عم بطلع لهم اللاعبين ثمانية مليون بوسط تمام هيهم في عندك فودن اه فودن فودن ممتاز ما المباراة فودن. صعبة بس جيد في عندك جوندوجون فللجولة الجاية هدول فقط صراحة تمام ريست نعم والله انكم اساطير الله يخليكم تسلم يا رامي حبيبي حبيبنا اللذم اي اه دقيقه في اسئله راحت علي ايش هو؟ في اسئله راحت اقرا يا شريف شو ملتهي شو ملتهي؟ بعمل شغلة بس توني أو آيساك أنا شخصيا بحكي آيساك جيسوس ولا توني جيسوس شوف افتح آه ممكن كابتن سون سون هو اكثر واحد متوقع من اللي يعني المواقع التوقع هو اكثر واحد متوقع يجيب اهداف يعني آه عندنا كمان سؤال انا عندي لاعب ديفرنشل بخمسة ونص اللي اسمه هوديجرد ايه ايه اوديجارد ولا مين لا اوديجارد مش خمسة ونص بتعرف مين هذا اللاعب شريف ايش مين هو اللاعب خمسة ونص اسمه هوي قصدك هويبرغ يا كورونا من وسط توتنهام مين هودي لا مش اختيار جيد هويبرغ يعني مشان معه كانت الله 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 شريف ليش هاي صار لك ساعه العيون الشباب هاي والله جانا سوبر شات آه. تتوقعون مباراة السيتي حتبقى سكور ولا مقفلة؟ والله هو دفاع الولفز قوي فما ما بتقدر تعرف يعني بس انا ما بتوقع فيها كثير اهداف بس اتوقع هالاند يسجل. ممكن كنت يحط صن احتياط في احتمال بس اتوقع انه صنو كان يعني من اللاعبين الكبار بالفريق ما ب... ما بيريحوا بس ما من يعني ما في شيء مبين. هاي على الستريم. هاد سؤال لإلك. شريف الصغير سوبر تشاتد ويز حلو، ايش السؤال؟ رأيك في باكيتا باكيتا مم... انا موجود بفريقي حاسه ديفرنشل بس ممكن ما يضل فريقي لفترة طويلة يعني، راح اجيب زاها وماديسون على الفريق بس انا عامل وايلد كارد وباكيتا موجود لجولتين قادمة مش رايح مع بوين، مش عارف ليه عندي شعور اني لازم اروح مع باكيتا. مختلف عن الجميع صراحة كل حد بنصح ببون وبقدر أجيب بون بس أنا متوجه لباكيتا صراحة شباب بالله لايك على الستريم يعني للي عم بيحضرونا كثير اللايك بيعمل فرق معانا وبيفيدنا فأي حدا ما عمل لايك بس بسولنا لايك ونكمل نكمل الأسئلة سانت ماكسيمان رح يلعب حسب ما قرأت اليوم انه هو لساته مصاب مو متأكد من المعلومة مية بالمية انه المصدر مش متأكد منه بس شفته على مصدر على تويتر موثوق اتوقع ف ما اظن انه بيلعب لا جيسوس ولا اسحاق اتوقع للجوله القادمه اسحاق افضل من خيسوس اول ما تبلش الجوله راح افعل الوايلد كارد رايكم ابلش ال... اه اوكي اه قصده على الجوله التاسعه اه نعم عادي آه, انا انا راح عشان... افعل انا راح افعل ال. تقدر تغير قد ما بتقدر كاد. يعني قد ما بدك بتقدر تغير يعني في توقف في توقف دولي كمان الجوله بالجو... بعد الجوله الثامنه فمعك وقت كثير تظبط فريقك وتظبط نعم. الوضع شو رايكم بخساره البرشلونه من الباير حرام والله أسنى... ما كان لعبه <applause> منيح احنا مدريديه يعني بس بدناش نفتح موضوع مدريد وبرشلونه <applause> تنصحوني اجيب بيريرا وكين وبوين ولا سون متروفيتش فودن سون متروفيتش فودن انا شخصيا توقعات الاسعار فيها ناس بدهم توقعات الاسعار راح احكي لكم شو توقعات بتوقعين الليله راح يكون في ارتفاع لاسعار كل من بوب حارس نيوكاسل كانسلو دافع سيتي حلو كوردن لاعب وسط ايفرتون ايفرتون مارتينيلي لاعب وسط ارسنال ودي لاعب وسط السيتي حلو حلو يعني دلوقتي. في مصاري راح تزيد عندي هذول متوقعين يعني. هاي الجوله يعني وللسعرهم ممكن ينزل حدا مهم سعرهم ممكن ينزل ما في حدا والله ارتشر هذا راح يرخص الليله بدي أعمل تبديلات اليوم انا. وش الفرق بين هيت والوايلد كارد؟ الفرق انه الفريهت بتساوي تغييرات بدون اي سالب لجولة واحدة فقط يعني بتغير للجولة هاي فقط، بعديها الجولة الثانية برجع فريقك زي ما كان قبل. أما الوايلد كارد بتساوي تغييرات بدون سالب وفريقك بضل زي ما هيك بعد التغييرات، بس تغييرات بدون سالب. في لايف بكره الظهر لا والله يعني ما في لايف بكره احنا عملنا هذا اللايف بدل لايف بكره لسبب اسباب يعني ما في شيء جدول ما ظبط يعني لانه تفاجئنا في الديد لاين هذا اليوم الجمعه فسامحونا يعني هل ووكر مصاب نعم مين فكرك اجيب اسحاق ولا متروفيتش انا ما انا جد ما مش اكثر سؤال عم بنسال تعال انا بعرف شو راح اسوي اسحاق ما عنده كثير ستات ستات جديد ما لعب غير جيمتين انا جبتهم من واختصرت انت عشانك وايلد كارد انا مش وايلد آه. كارد نزلت البول ولا لا؟ آه هي هسه بدي اشوف شو راي الناس يعني اسحاق ولا متروفيتش اوف طيب اكتبهم بالعربي عادي 7 فوتس تلناو شباب لايك لايك كبسه على على في لايف بكره الظهر لا والله عندي جوردن لاعب ايفرتون ابيعه ولا اخليه واذا ابيعه من اجيب وسط انت برايك تخليه شريف اذا بدك تبيعه اجيب بيلي لاعب استن فيا شكله راجع اساسي وجدولهم حلو شاف عارف دي بروين ولا سون هاي الجوله انا مش عارف اذا كابتن سون اظن مش عارف اذا كابتن دي بروين ولا كين هذا اللي دايخ فيه صلاح نزل عندك... سعره ولا لا يا شريف عندك كين قصدي دي, دي بروين ولا هالاند هالاند يعني اظن من بين ما اقول لك صلاح نزل سعره ولا لا لا 12.9 لساته ما راح ينزل آه نزل نزل لا زمان اه منيح اني كم نسبه كوليتشيفسكي اساسي والله هذا الاشي مدوخني انا كمان يا علي جبت كوليتشيفسكي على الفريق وبسبب واحد طلع انطونيو كونتي صار يحكي انا عندي اربع لاعبين كلهم بيستحقوا يكونوا اساسيين ومش عارف مين اخلي اساسي ومش عارف مين اخلي احتياط ف بصراحه انا توجهت لكوليتشيفسكي لان اخر ثلاث مبارياته نازل شو احتياط فحاسس راح يبلش اساسي هالمرة بدك تقرا اسئلة دي بروين ولا سون مكان صراحه في ماينس اربعة انا هلا سالت نفس السؤال ومحتار مش عارف اجيب دي بروين ولا سون بس اتوقع انه مش عارف صراحه ما بدي اعطي احكي لك دي بروين يروح صني يعني الاثنين خيارات حلوه لهي الجوله وانا لساتني محتار بينهم الاثنين مش عارف مين اجيب، صنع اساسي على الاغلب اساسي نعم. بارسيتش اساسي ضد لستر. بارسيتش ما اظنش. ممكن صراحة لا ممكن أنا هاي جواب سريع كان غلط. <applause> عملت سالب أربعة من سانشيز لبوب حلو. يعني صراحة للمستقبل نعم يفيدك احنا دائما ما بننصح تعمل سالب اربع حارس بس بوب اختيار جيد جدا جوردن ولا ماديسون دكة جوردن بلعب مع ويست هام صح او ماديسون بلعب مع توتنهام والله مش عارف طيب ايش صار معك <applause> <أسباس> شو شغل <applause> شو بيعمل النص مش عارف ايش صار معتذر <applause> شباب مشكلة شباب 30 هذول اخوية بيناتنا شو بيعمل الناس؟ نعم مصاب منو راح يرتفع سعره ومنو راح ينزل؟ هلا حكينا نعم. تعال نرجع نعيدها لا خلص بس احكي المهمين ما في داعي عندك دي آه. مارتينيلي خاصة خلص انا بحكي لك اياها يعني. بوب كانسلو مارتينيلي دي متوقع يزيد سعرهم الليلة وعندك متوقع ينزل سعره جيسوس هذا اليوم يعني بالليل من اللاعبين المهمين يعني. جوردن بال... ولا ماديسون. بوين. زهى ولا بون، بون، جوردن ولا ماديسون دكة مش عارف بصراحة ممكن جوردن نخلي ماديسون عشان انه لاعب أكبر يعني. بعد غياب اشتقنا لكم هلا بيامن نورت. هلا بيامن عيسى الزوراء ممكن شرح عن المباريات المؤجلة؟ عندك ثلاث مباريات مؤجلة اليونايتد وليدز. برايتون وكريستال بالاس ليفربول تشيلسي اضطروا يأجلوا هاي المباراة عشان الأوضاع اللي بالبلد هاي المباريات المؤجلة هاي المباريات المؤجلة راح تنلعب بعدين راح يصير في اشي اسمه دبل جيم ويك في الأسابيع القادمة مش أي وقت قريبا راح على الأغلب راح تكون بعد شهر 12 هاي الدبل جيم ويك بيكون في أسبوع فانتسي بيكون في مباراتين إحنا دائما ليش بنحكي لكم استنوا لا تلعبوا التريبل كابتن عشان تلعبوا التريبل كابتن بهاي الاوقات لما اللاعب يكون عنده مباراتين نفس الاسبوع فهاي ال... هات شرح سريع بسيط عن المباريات المؤجلة نصيحة نصيحة خط وسط فريهت احنا نسينا نعمل تشكيل فريهت يا شريف والله دبروينه والله احنا ناسيين كل شيء لازم نرجع نرتب اوراق بدك نعمل تشكيله فري سريعه هلا لا ده لا بننزلها ننزلها آه. على الانستغرام آه. يلا تمام مصيحة آه. مصيحة آه. مصيحة. آه. خليك مصيحة. استنى على الانستغرام رح ننزلها هلا بقى. عشان ليش ننصحه غلط خلينا نفكر فيها وننزلها على الانستغرام لا لا انا بعطيه يعني بعطيه افضل خيار عندك مين بعد سو عندك, عندك سون عندك مين في خط وسط فري بتقدر حدا من نوتنغهام فورست تاخذ مثلا جيبز وايت او لينغارد عندك مين عندك كمان من, من نيوكاسل بس ما في حدا من نيوكاسل اذا ماكسيمان ما بيلعب وعندك يعني خليها عشان صراحه دول الخطر على بالي حاليا بس انه الفرق اللي عنده مباريات سهله عندك السيتي عندك توتنهام عندك نوتنغهام فورست وعندك من فولام فشوف لاعبين من هاي الفرق واحنا حننزل تشكيله هلا بنفكرها ومننزلها كمان شويه <applause> على انستغرام. الشباب كلها سوري ساكازاها سون جوردن دي برويني حلوه حلوه زها ما بيلعب بهاي جوردن اساسي نين. ولا لينجارد؟ جوردن انا شخصيا وجوردن لا استنى قصدك للجوله هاي او بروين هالاند او دي بروين اتس انيس شو حكيت؟ كنا ناطرينكم بتشكيلة فريت رح ننزلها رح ننزلها هلا لينجارد لينجارد يا اللي سأل يامن حتى جوردن اختيار حلو والله صراحة بلي ان شاء الله علي ظافر كاظم معيوف ان شاء الله هلا اذا عندك يانا يعني تابعنا على الانستغرام رح ننزل هلا تشكيلة فريت بس خلينا نفكر فيها يعني عشان نعطيكم اياها كشيء مرتب كابتن كين هالاند انا بحكي كين من هذول الثلاثه شخصيا انا عندي الثلاثه وراح كابتن كين نسيت كريست بالاست تاجلت كمان شايف ذكرناك هنا يا بخ هالاند او توني او دي بروين كابتن هالاند انا عندي دي بروين صن وهالاند واسحاق وميتروفيتش حلو يا محمد كمل آه عط... أوه. هاي احنا يعني مش خبراء يعني والله احرجنا بالسؤال اعطيني رايكم مين كابتن هالند ولا ايزاك ولا متروفيتش انتم اكثر من خبره مني يعني طبعا احنا كلنا بالاخر زي بعض واللعبه حظ بس يعني اذا بدك مع مين انا انا مح... بدي اسهل عليك اختار بين هالند ودي برويني. ولا انت مش حاطط هالند اه خلص هالند انت مش حاطط دي وليش ولا ايش تمام خليك على المضمون حالا على المضمون يعني اذا بدك نصيحه امنه واختيار امن اذا بدك تروح ديفرنشل اختار اي واحد من ايزاك او ميترويتش انا خبير <applause> كابتن سون <applause> شكرا على الاستقرار شريف شايزن قاعد تعال وي راح الجات؟ سان ماكسيمان ايش راح الشات؟ أيوة ليش؟ حاتف. انت من عندك ها؟ شنو رايك كولتشيفسكي للجوله؟ مو مبين يعني كولتشيفسكي خيار حلو بس مش اكيد يعني يكون اساسي ما بتعرف المداوله تبعت كونتي كيف راح تكون. باترسون ولا صليبه دكه مش عارف انا بحس انه ايفرتون ما راح يخلوا كلين شيت مع وستام بحس ممكن فرصه ارسنال كلين شيت اعلى فصليبه خليه وخلي باترسون دكه. عيسى ممكن شرح عن المباراة اللي ما راح تلعب هل هسا شرحناها قبل شوية هلا بحكي لك اياهم على السريع مباريات ما راح تلعب ليفربول ضد تشيلسي كريستال بالاس ضد برايتون وليد ضد يونايتد دول الثلاث تلت... الست فرق ما عندهم مباريات الجولة هاي سان ماكسيمان رجع لا لسه مش اكيد رجع والله يا زيد ريتشاردسون اخذ محل كله بس كنت طلع وبحكي لك انه اكثر من لاعب بس في عندي اربع لاعبين بيستحقوا يكونوا اساسيين وراح أداورهم وللاسف لازم يعني ما عندي حل يعني هاي كولتشفسكي صار له ثلاث مباريات قاعد على الدكة فحاسس حانه وقت العودة يعني أنا حجيبه بس للجولة هاي وأبيعه صراحة مش شايف إنه في اختيار أحسن منه أحس متروفيش سوبر هاتريك أوف وحد الله والله يا ريت <applause> جوردن أحسن من كولتشفسكي أنا شايف وستهم ممكن يطلعوا بكلين انا هاي ثاني جوله وجديدة على الفانتس اقدر انافس كل حدا يقدر ينافس بس اكيد راح تكون متاخر عن البيت الناس اللي بلشوا من بدايه الموسم بس العب هذا الموسم اتعلم ظبط وضعك عشان تبلش من الأول هالموسم الجاي العب هي حلوه اصلا يعني صرت تحضر مباراة بطريقه تانية احيانا حلوه احيانا متعبه للاعصاب لا تنسونا تشكيله فريهت حاضر هلا بنزلها بعد بس نسكر اللايف هلا كمان خمس دقائق راح ننزلها على الانستغرام على السريع بيرسيتش او زينشينكو آه بير بيرسيتش عندي تبديلين بدل صلاح ببوين وجرين وود بايزاك اه ممتاز تبديلات حلوه جميله امرسون ولا نيكو ويليامز حلو السؤال برايي المدافع الاربع مليون الافضل للفتره القادمه هو امرسون مش نيكو ويليامز لك هيك امرسون اصلا نيكو ويليامز زاد سعره فامرسون احسن وان شاء الله يلعب اساسي صراحه الوسط عندي بوين ودي بروين ومارتينيلي وبريرا وزاها دكة هل الوسط جيد؟ بوين دي, بوين دي بروين مارتينالي. نعم جيد جدا بدي مدافع من غير كانسلو وتريبير وجيمس جيمز للجولة القادمة عندك إمرسن عندك مين عندك الدفاع كمان شريف في ناس بيحكوا أيه. دينيا بس احنا مش مقتنعين فيه. مدافع من استون فيلا ممكن كمان. اه فيه. مينجز. آه. قديش بتوقع نقاط فاروق لتشكيلتك وهالجوله هالجوله وراح تغلب شريف؟ ان شاء الله نعم الفوز الي هاي الجوله ان شاء الله. يعني اتوقع انه عنده فرصه اعلى يفوز لانه عامل آه. وايلد كارد، اذا فزت بدون انا وايلد كارد بكون اتوقع انه فاروق لازم يعتزل الفن في طريقه واحده شريف ممكن يفوز فيها. انا بحكي لكم شو هي كين هو ها. انه كان ايوه عشان انا ما عندي كان وكان عنده فرصة يتألق كثير فإذا شريف راح يفوز يعرفوا إنه كان هترك ولا حط له جولين ولا عمل إشي كان كابتني أنا هيني بحكيها هون راح يمدلون ما حفك ما حفكر غيره أصلا لا عيب أرضه. ما حد يحاول يقنعني أحط هالند يعني أنا أنا كان أنا لسه مش مقتنع بكين والله يعني مش عارف ليه مش داخل مخي كلعب يعني يعني هلا هو مش عم بيعمل شيء صراحه يعني شيء بخزي لعبه انا يعني مش كثير حابه وعم بشنص اهدافه اهدافه كلها بالحظ طبعاً على اساس انه ايش هالاند عم بجيب دبل كيكات و... هالاند والله انت... هالاند ما هو بس بيفتح صح يا زلمه هذاك شنص عم... شفت وحش. الجول تاع مثلا تاع تشيلسي لمست بشعره بس هيك عمل ودخلت هذا ماشي اه ها شفته هذا بس البقيه لا في تكتيك وحش شريف مثلي حبيبي محمد ان شاء الله هترك كين إن انا وياك مع بعض نيكو ويليامز ولا امرسن لهاي الجوله والله اسمع نفس الشيء يروح امرسن انا رايح امرسن شكلي عايزك ولا هالاند ولا دي بروين كابتن يا دي بروين يا هالاند انا عندي هلا ح... حيران بين هالاند ودي بروين هالاند انا بحكي يعني. إذا بين هدول الاثنين هالاند، إذا عندك كين ما تفكر حتى وكابتن كين. والله انك كان لازم يعطيني كوميشن على فكره لا جد بعمل له دعايه مرتبه انك الوسط عندي دي بروين مارتينالي وهال امين هال افضل ب... اه, آه دوزبري هول افضل بديل لهول ب 8.1 او اقل الجولة الجايه عندك كولتشفسكي بس مش عارفين اذا اساسي او بوين, بوين. او ماديسون بونا او آه منيح لهاي الجوله صحيح. اه بس صح لبعدين صح. لبعدين بفيدوا كثير صح 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 كلامك مين عم بلعب عند بدي اشوف التشكيلة توستام هي أمر النازل اساسي اليوم لساتك على كابتن كين يا شريف بيحكوا لك يا من بحكي لك طبعا نفس الشيء نفس ده. التحدي هاي بحكي لك كم دافع لك كين على يا شريف آه. لا فعل كتير والله انا بعمل له دعايه مرتبه <applause> ما هو يا محمد مش عم بسجل عشان عم بلعب بطريقه انا ما بحبها كمهاجم يا اخي برجع بلعب بالوسط فولس ناين اكثر من فولس ناين راجع على السي دي ام احيانا بشوفه فمستفزني كيف قاعد يحط اهداف وما عندي اياه تقدر تبدل حتى لما تسوي كونفيرم في الوايلد كارد نعم تبديلاتك غير محدوده لحد الديدلاين انا صار لي مفعل وايلد كارد من الاسبوع السابع الله لك صار لي اسبوعين هاي باكيتا بيلعب اساسي فاروق اليوم باكيتا خلص يا زلمه أنا... اساسي اساسي أه بس مريح الشباب لانه عادي عم بيلعب بتيم بي خليه ياخذ على الوضع عمل اشي طب لا انا والله جايبين ثلاث جوال يعني لا يا زلمه ولا اسيست ولا اشي لا لا هي باكيتا عندك سكاماكا جاب جول وكورنيجا عمل اسيست ولانزيني جاب جول وكريسول عمل اسيست امرسن مش نازل صح؟ لا نازل نازل خلص اه خلص لهذيك امرسن شكله اساسي من اه مش شايف انه في عندهم حدا تاني بس آه. آه. في زوما بيلعب زوما بس ما اعرفش اذا داوسن هذا بيلعب اساسي ولا لا مش عارف تشكيلتهم بالضبط كيف يعني تقدر تبدل اه نعم 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 جوردن للجولة الثامنة والله جوردن ومين كمان سألتونا جوردن هو يعني ايفرتون وستهام بحسها مباراة متساوية ممكن حتى تخلص تعادل ما بستبعد يعني اصفار اذا مو مبين والله راح الجوله راح تجيبه بالوايلد كارد شريف مش عارف لسه حسب آه آ... شو اسمه حسب هو يعني حسب شو راح تكون تشكيلتي بالوايلد كارد بس آ... انا بحب كين يعني ما عندي اياه من اول جوله وكل ما احكي بدي ابيعه ما ببيعه ف... مشاري الميرون <applause> اه كمل سوري بس عشان سالفت انصح انصح ببالي نعم انصح ببالي للجوله الثامنه فقط الميرون ولا جوردن جوردن انا بحكي مائة. جوردن كمان ولا وايلد كارد الوضع يعني اذا بس سالب اربعه ممكن تعمل سالب اربعه وتخلي الوايلد كارد للجوله التاسعه أساسي لعند يعني تاخذ وقتك بعد انه ال... مع التوقف الدولي وهيك يكون عندك وقت تضبط فريقك صار مصاري اصابات ولا أي شيء تقدر تضبط الوضع يعني في كثير اسئله عن جوردن جوردن هو من اهم عناصر الأفرتن حاليا يعني بصراحه هو دائما اساسي ودائما موجود بالهجوم فاختيار جيد وسعره جيد كمان حسب جدول وقرروا انتم عندي كروس لاعب جروس لاعب برايتن تنصحني استخدم ناقص أربعة وطلعه علما استخدمت تبديلين ناقص أربعة أنا بحبش أكثر من ناقص أربعة بس شريف كان يساوي أحيانا ناقص ثمانية شريف شو رأيك يساوي ناقص ثمانية ولا لا يعني إذا ما إذا عندك حدا عندك ممكن يلعب نزله بس مش كثير مستاهل يعني جروس مين بدك تجيب محله حدا يجيب نقاط كثير إنه تستفيد من سالب أربعة فكر فيها بهاي الطريقة يعني اذا فكرك اللاعب اذا راح تجيبه راح يجيب لك نقاط يعوضك بالسالب جيب غيره بس غير هيك خليه في سؤال طب حلو. حلو اه أخر سؤال. أخر... جوردن او اندرياس فور جيم ويك 8 اخر سؤال جوردن او اندرياس فور جيم ويك 8 مش عارف اندرياس خيار حلو جوردن بس لا جوردن صراحه تنصح ببيلي نعم بيلي خيار منيح تمام بيلي اتوقع مباريات استون فيلا رح تصير اسهل وبيلي شكله اساسي رجع فخيار حلو ورخيص بوين بوين خيار حلو كمان تمام هيك لا اذا عامل عامل فري هيت متروفيتش وايزاك وهالند خط الهجوم بالفري لازم يكون اذا متروفيتش ايزاك هالند هذا هو خط الهجوم اللي راح يكون بالفري تاعتنا وهلا بنحط الوسط فيه دي برويني عندك تريبير بوب ما بعرف مين كمان يعني لازم نحط كين كانسلو اه انت بدك تخلي كين خليه انا مش مقتنع بس هو ممتاز يعني اه الفري هيت انا قصدي بس اوه عادي اخلي كين وكولوتشيسكي ضد لستر نعم لستر دفاع ضعيف جورج وصوف عملنا سبسكرايب يا شريف اوف <applause> والله <تصفيق> <تصفيق> طيب خلص هيك كانت سيشن سريعة بس نجاوب على اسئلة لأنه مش حنفتح بكرة وتوفيق للجميع يعني بالجولة وهلا ننزل تشكيلة فريهت ان شاء الله على الانستغرام فتابعونا هناك تمام تمام السلام عليكم السلام